اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم من الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويمسه في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابا، وإذا دعاه المسكين أجابا. يقول العنك ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أهل ثمر. وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت عن ذلك الكلام. وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه. وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب، ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب. وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم سهر. وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واصف فيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في هلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.